مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. دايما اتعودنا من الإدارة، مجلس الإدارة في النادي الأهلي والإدارات التنفيذية والمدير التنفيذي للنادي الأهلي وكل المدراء التابعين للمدير التنفيذي في الإدارات المختلفة، أنه النادي الأهلي جزء لا يتجزأ من كيان هذا الوطن ومرتبط بكل قضاياه. وطبعا احنا القضية اللي بتشغل الرأي العام حاليا هي الإجراءات الاحترازية والوقائية وكيفية حماية مجتمعنا والشعب المصري بأكمله إن شاء الله من فيروس كورونا او انتشاره لا قدر الله، وان احنا نكون من المجتمعات او من الدول باذن الله اللي نقدر نقلص فيها هذا الخطر الى الحد الادنى بوعينا، بتكافل الجميع، باننا ناخد راي المتخصصين، باننا ناخد بالاسباب. ودي حاجات ربنا سبحانه وتعالى امرنا باتباعها، الاخذ بالاسباب واتخاذ التدابير اللازمه في التعامل مع اي امر، وانه اللجوء الى المتخصص في كل مجال هو ده الامر اللي بيدي باذن الله الطمانينه للمجتمعات وبيخليها في افضل حال. ان شاء الله الموضوع يعني باذن الله يتوصل المجتمع الدولي إلى حله سريعا، ومصر تكون شريك في التوصل إلى حلول نهائية لهذا الأمر، وأن هذا الخطر يزول سريعا بإذن الله وبفضل ربنا سبحانه وتعالى. طبعا مبدئيا قبل ما نتكلم عن أي شيء أو أي أمور تتعلق بالنادي الأهلي أو بكرة القدم أو بكل الإجراءات الخاصة بتعليق النشاط الرياضي أو التدريبات أو المباريات أو تقليل فرص التجمعات البشرية في الفترة الجاية، وده إجراءات، دي إجراءات زي ما حضراتكم تابعتوا بتتخذ في العالم كله، خلونا بمنتهى الأمانة لازم نشكر كل الناس اللي اشتغلت في الظروف الخاصة بالطقس في الفترة اللي فاتت اللي كان صعب جدا في مصر، وكانت شفنا كام يوم يعني فيهم الظروف المناخية استثنائية جدا. كل ما يتعلق بالمخاطر اللي تعرض لها كل القائمين على حلول اتقدمت للناس في البيوت في التجمعات السكنية في المناطق وفي المحافظات المختلفة، لأنهم بالفعل بذلوا جهد غير عادي في حل مشكلات كثيرة جدا، بل وحالة طوارئ كانت موجودة في التعامل مع أعطال ومشكلات ومخاطر تتعلق بخدمات المياه والشرب والصرف الصحي والكهرباء، كل الحاجات اللي شفناها وكانت في شكاوى منها في كل مبنى وفي كل عمارة وفي كل بيت مصري في الفترة اللي فاتت، قدروا يتعاملوا معها وفق الإمكانات المتاحة طبعا بأكبر شكل ممكن، وفي الوقت اللي كانت الناس بتحاول إنها يعني تحمي أو تقي نفسها من مخاطر الجو أو الطريق أو كل الظروف والتدابير اللي اتخذتها الدولة، كمان اتخذتها بأن يوم الخميس اللي فات كان أجازة، وبعدها النهاردة القرارات الخاصة كمان وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بأنه تكون في إجراءات تتعلق بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، زي ما شفنا يعني دول كتيرة جدا في العالم متقدمة جدا في كل الجوانب الصحية والطبية والتكنولوجية والعلمية أخذت أيضا هذا التدبير أو الإجراء الوقائي والاحترازي. احنا جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، وكان في استجابه على الفعل وفي قرارات صدرت عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واهم قرار الكل بيشعر بارتياح في المجتمع المصري هو التوجيه اللي صدر عن السيد رئيس الجمهوريه بتعليق الدراسه لمده اسبوعين وكل التجمعات اللي ممكن تؤدي الى تفشي هذا المرض لا قدر الله او انتشاره بشكل يمثل خطوره كبيره على صحه المصريين. فبوجه الشكر مره ثانيه للناس اللي اشتغلت، الناس البسطاء وكل المديرين في الادارات القائمه على تقديم خدمة للمواطنين اللي كانوا بيشتغلوا 24 ساعة، مش هنقول 48 ساعة في اليوم، اشتغلوا بدون أي راحة على مدار الثلاث أيام اللي فاتوا، 72 ساعة على أقل تقدير عمل متواصل بدون راحة. الناس دي شفناها في كل المناطق حوالينا في الأحياء في المناطق السكنية، وقدروا يبذلوا جهد غير عادي طبعا وفق الإمكانات المتاحة، بكرر عشان لو كان في أي مواطن عنده شكوى أو لم تتم تلبية رغباته أو كل مشكلاته أو الاستجابة لها سريعا، فده كان لأنهم منشغلين بمشكلات مواطن آخر أو شكاوى مواطنين آخرين، لكن وفق ما أتيح لهم من إمكانيات وموارد بشرية ومركبات قدروا يحققوا أو يقوموا بجهد كبير جدا ويحلوا مشكلات كثيرة جدا كانت بتمثل خطر كبير في قطاعي المياه والكهرباء خلال الأيام الماضية، وما زال العمل مستمر لمواجهة كل ما نتج من طوارئ عن الأيام اللي فاتت، وإن شاء الله نقدر نتعامل مع أي ظروف مشابهة في الفترة الجاية كمان بشكل أفضل وأحسن إن شاء الله. هرجع الحديث عن إدارة النادي الأهلي والتدابير اللي بتتخذ في هذه الأيام كجزء من التدابير الوقائية اللي بنسعى إلى توفيرها في المجتمع المصري حفاظا على صحة المصريين. أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي تعليق الأنشطة الرياضية بفروع النادي الثلاثة، وذلك تماشيا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، وده بيتخذ القرار ده طبعا كنوع من الإجراءات الوقائية والاحترازية ولمنع عملية الاختلاط مما يساعد على انتشار أو تفشي الفيروس فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة كل العناصر سواء الأعضاء أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للاعبين. تفاصيل كثيرة جدا مرتبطة أيضا بالخبر ده. كان هذا الاجتماع قد جمع
الكوادر الرياضية في النادي، وكان طبعا في مقدمة هذا الاجتماع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي ومدير الأفرع، في حضور مسؤولي اللجنة الطبية وأيضا المدراء الفنيين ورؤساء الأجهزة ومدراء قطاع الناشئين ومديري الأكاديميات والمدارس بكل الألعاب الرياضية المختلفة الجماعية والفردية، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. وقدامنا لقطات طبعا من داخل النادي خلال الفترة اللي فاتت، أعضاء مجلس الإدارة، عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والمسؤولين في النادي ومتابعتهم لكل ما يتخذ من قرارات أو التوجيهات والخطوط العريضة اللي بيتم وضعها للاجتماعات التنفيذية اللي بيقودها العميد محمد مرجان. ومديري قطاع الناشئين ومدير الأكاديميات والمدارس بكل الألعاب الرياضية المختلفة الجماعية والفردية، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في ضوء رؤية مجلس الإدارة في هذا الشأن. وانتهى الأمر إلى القرار المشار إليه وتكليف الأجهزة الفنية بوضع مقترحاتها للمرحلة المقبلة، وتهيب إدارة الأهلي بأعضاء النادي والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وجميع العاملين وكذلك الجماهير اتباع الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة جميع أبناء الوطن، وانطلاقا من دور الأهلي المجتمعي في مواجهة مثل تلك الأزمات. والأهلي يكثف من إجراءاته الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وصلت الإدارة التنفيذية بنادي الأهلي اليوم جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة في كل أرجاء النادي وحفاظا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين. وبدأ الأهلي الخطوات الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا بتنظيم ندوة أمس بعنوان فيروس كورونا وطرق الوقاية، بحضور الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية وزميل جامعة هارفارد والجامعة الأمريكية للكبد والجمعية الأمريكية للكبد. وتواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء في الصالات الرياضية أو الجم، وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من بوابات النادي وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام الأكواب الزجاجية. ووفرت الإدارة جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة طبقا للإجراءات الوقائية للحفاظ على الأعضاء واللاعبين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي. من نتائج اجتماع الإدارة التنفيذية مع النشاط الرياضي في الأهلي، طبعا الاجتماع نتج عنه قرارات كثيرة جدا وتوجيهات خلال الفترة الجاية. عقد الاجتماع طبعا برئاسة عدد من المسؤولين في النادي، وزي ما قلنا لحضراتكم ناقش من خلاله العميد محمد مرجان والكابتن رؤوف عبد القادر الكثير من الأمور والخطوط العريضة للنشاط الرياضي مع كل مسؤولين عن القطاع الرياضي والأجهزة الفنية المختلفة. تم إجراءات أو استعراض كل الإجراءات اللي وافق عليها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير بناء على نتائج الاجتماع اللي تم بين المدير التنفيذي والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي، وأوصى باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وتم خلال الاجتماع الاستماع لوجهات نظر مختلفة للمديرين الفنيين للأجهزة تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين. كما شهد الاجتماع الاطلاع على الخطوات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على السلامة العامة لأعضاء النادي والعاملين في النادي، ومنها عمل تعقيم طبعا زي ما قلنا حضراتكم لكل الأسطح والأرضيات والمناطق المختلفة في النادي في الصالات الرياضية وغرف الملابس وكل المناطق الأخرى، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي طبعا زي ما قلنا حضراتكم خلال دخول الناس وترددهم رواد النادي وأعضاء النادي والعاملين فيه، دخولهم وخروجهم من النادي ومن البوابات والمناطق المختلفة اللي بيتردد عليها رواد النادي الأهلي. وتم عرض عدة توصيات طبعا خاصة تم عرضها من خلال هذا الاجتماع وتقديمها لتعرض على مجلس إدارة النادي لاتخاذ التدابير اللازمة بما يتماشى ويتفق مع اتجاه الدولة والصالح العام، وحفاظا على سلامة الجميع في الوسط الرياضي وفي النادي الأهلي طبعا بشكل خاص. الكاف يقرر توزيع مباريات مارس الدولية الملغاة على شهري يونيو وسبتمبر،
طبعا في حالة طوارئ أيضا على المستوى الدولي، على المستوى الأفريقي والدولي، في دوريات تم تعليقها مؤقتا، في بطولات رياضية مش بس على مستوى كرة القدم. يعني عندنا دوري الـ NBA أو دوري المحترفين الأمريكي بعد ظهور حالة للاعب جوبرت في فريق يوتا جاز، وقتها أعلن مباشرة تجميد النشاط وتأجيل المباريات، اتكتب على الجدول كله postponed وإنها المواعيد تحدد في وقت لاحق، كتبوا إنه مش هيحدد دلوقتي الوقت البديل طبعا لحين ما يجدوا حلول أو يتم السيطرة على هذا الأمر وتنتهي الأزمة. كتبوا إن المواعيد الجديدة to be determined، يعني سيتم تحديدها لاحقا. وغيرها طبعا المسابقة في الدوري الإيطالي والدوريات الأوروبية بشكل عام، أي مسابقة ظهر فيها حالات بدأ بالفعل التعامل معها باتخاذ تدابير. الأول كان في إجراء وقائي بعدم وجود أو حضور الجماهير في المدرجات أو الاستادات في الدوريات الأوروبية، ولكن زاد الأمر بتوقيف بعض الدوريات لأنهم الكل شايف أنه من أهم وسائل الوقاية وتقليل نسب انتشار أو التوسع في الإصابات الناتجة عن هذا الفيروس هو التجمعات الكثيرة أو التجمهر في مناطق ومنها الاستادات والملاعب الرياضية. وبالتالي ده كان من الأمور البديهية أن لازم التوقف عن إيجاد الجماهير أو إيجاد تجمعات أو أماكن تجمهر لأعداد كبيرة ومنها زي ما قلنا الاستادات وأماكن التجمع لمشاهدي ومشجعي الرياضة بشكل عام وبشكل خاص كرة القدم، لأن ده كان هيبقى من الوسائل السريعة جدا لنقل المرض. عشان كده العالم كله بيتعامل مع هذا الأمر بحذر شديد في هذه المرحلة. استقر مسؤول الاتحاد الأفريقي أو الكاف على توزيع مباريات شهر مارس الدولية التي تم إلغائها للمنتخبات على شهري يونيو وسبتمبر المقبلين. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تعليق مباريات شهر مارس في الفترة من 23 إلى 31 من مارس الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا. وكان المنتخب المصري سيخوض مباراتين في الجولة الثالثة والرابعة أمام منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تم إلغائها طبعا هذا الجدول أو هذه المواعيد الخاصة بالتصفيات الأفريقية. وكشف مسؤول اتحاد الكرة أنه تم الاستقرار على توزيع مباراة في يونيو والذي يشهد مباراة أخرى، ونفس الأمر للأجندة الدولية لشهر سبتمبر ليشهد مباراتين بدلا من مباراة ليتم إنهاء التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تستضيفها الكاميرون. وكان كمان في تأكيد من الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنه تم تأجيل معسكر منتخب الفراعنة لأجل غير مسمى عقب إعلان الاتحاد الأفريقي تأجيل مباريات الجولة الثالثة، الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الأمم الأفريقية. وأشار بركات إلى أنه لا يوجد حتى الآن أو لا توجد حتى الآن خطة واضحة خلال المرحلة المقبلة للمنتخب، طبعا لأنه البدائل لم توضع حتى الآن أو لم تحدد بعد هذه التأجيلات، ولكن سوف نعقد اجتماعا بالجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لوضع استراتيجية بديلة عن المعسكر الذي تم تأجيله. وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي يقول لا نعد بعودة الدوري بعد أسبوعين. زي ما قلنا لحضراتكم بيقول هنا وزير الرياضة المصري صحة المصريين أهم، وده الأمر اللي كانت الناس بتتمنى أنه يبقى موضوع كأولوية بالفعل. وقت ما قال الدكتور طارق شوقي في حوار تلفزيوني وزير الصحة المصري، قال يعني طبعا مش نصا ولكن قال ما معناه أنه لخبطة الأمور أو الوقت أو أن احنا نأجل الدراسة أو نعلق الدراسة لمدة شهر، قال هذا الأمر ليس بالأمر الهين أو اليسير ولا بد من تعويضه، وده أمر مفهوم لأن في جداول دراسية محددة بتبقى في العالم كله مهمة ولها مواعيد لابد أن تحترم. ولكن الناس كان عندها قلق لأنه عايزة الحكومة تضع أولويات صحة المصريين والتعامل بشكل استثنائي وتعامل بشكل مش تقليدي خارج الصندوق مع حالة طوارئ مش بنتعرض لها كل يوم أو كل عام، وأنها إن شاء الله تزول سريعا، لكن لابد حتى تنتهي هذه الأزمة وتمر على خير إن شاء الله أن يبقى فيه إجراءات غير اعتيادية. عشان كده الناس قابلت بارتياح شديد وبقبول وترحاب توجيهات السيد رئيس الجمهورية حول هذا الأمر، وأن الحكومة بالتالي اتخذت قراراتها بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأنه كل شيء النهاردة أولوياته هي الحفاظ على صحة المصريين ومقاومة أو التقليل من فرص انتشار المرض، وده بيطبق على كل شيء. ونفس الأمر بيقوله النهاردة وزير الرياضة أنه صحة المصريين أهم، وأنه ليس بالضروري أن يستأنف النشاط الرياضي أو يعود بعد أسبوعين، لأننا لا نعلم لو ربنا ادانا العمر إن شاء الله بعد أسبوعين ربما تكون انتهت هذه الأزمة تماما وتم السيطرة عليها بشكل أو آخر على المستوى العالمي وبالتالي في مصر، أو أنها قد تكون لا قدر الله زادت أو تفاقمت، وبالتالي ده اللي هيحدد إيه اللي هيحصل وشكل وفرص عودة أو استئناف النشاط الرياضي أو استمرار عملية التأجيل أو الإلغاء أو التجميد إلى حين آخر أو إلى حين التوصل إلى حل لهذه الأزمة.
هنا التفاصيل بتقول او تصريحات الدكتور اشرف صبحي يقول انه تعليق الدوري اسبوعين اجراء احترازي من اجل التصدي لفيروس كورونا، مشددا على انه لا يعد بعوده المسابقه بعد هذه الفتره لان صحه المصريين هي الاهم في الوقت الحالي. وقال الدكتور اشرف صبحي لابد ان يكون هناك وعي لدى الجميع لمواجهه فيروس كورونا، ولفت النظر الى ان الوزاره لديها كافه الاستعدادات لكل مرحله في حاله زياده انتشار فيروس كورونا. وأضاف وزير الرياضة قائلا الدولة المصرية أيضا لها فعل ولها رؤية ولا تكتفي برد الفعل فقط، اتخذنا القرار بتعليق النشاط لأننا لا ننتظر الأزمة حتى نسير وراءها. بيقول أن في شكل جديد من التعامل مع الملفات الرئيسية والمهمة في مصر، وأن احنا أصبحنا بنتعامل مع لا قدر الله الأزمات أو في حالات أخرى بتكون ما أطلقنا عليه في فترات سابقة الكوارث بسياسة الفعل وليس رد الفعل أو التخطيط لحل الأمر من بدايته ومن البوادر الأولى للمشكلة أو للمرض أو لأي مشكلة تانية ممكن نشوفها أو نتعرض لها في الفترة الجاية، وليس انتظار تفاقم المرض وأنه يتحول إلى ظاهرة عامة لا قدر الله أو مشكلة كبيرة في مصر وبعدين نبدأ نفكر نحلها إزاي. عشان كده بيقول بدأنا مبكرا جدا أو بدأنا بدري التفكير في حلول ومن البداية وإحنا بنحاول قبل أن تمثل مشكلة حقيقية في مصر وحتى لا تتحول إلى مشكلة حقيقية أو كبيرة في مصر إن شاء الله. ويؤكد الدكتور أشرف صبحي أيضا ويضيف لا نعد باستئناف النشاط بعد أسبوعين، لابد من تقييم الموقف في وقته طبقا للنصائح الطبية لأن صحة المصريين هي الأهم. اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء لمناقشة مستجدات تأجيل الدوري ويمنح الموظفين أجازة أسبوع على دفعتين بسبب كورونا. قررت اللجنة الخماسية القائمة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقد اجتماع بعد غد الثلاثاء من أجل بحث المستجدات بعد قرار تعليق النشاط لمدة 15 يوم تبدأ من غد الاثنين، ويبحث مسؤول اتحاد الكرة السيناريوهات البديلة أو المقترحة في حالة استئناف النشاط بعد فترة تجميده بجانب تقييم موقف المنتخبات الوطنية وكافة الأمور الأخرى. وجدير بالذكر أنه مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي قرر تجميد كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا. وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوم في مصر بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة. لسه طبعا في اصداء كثيره جدا وفي تفاصيل كثيره جدا محليا وعالميا وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الاوروبي والدولي، يعني كلها مرتبطه ببعض وكلها في سلسله واحده بتتدرج وتتفاوت حسب تاثر كل دوله وحجم انتشار المشكله في كل دوله. بناء على هذا القرار الصادر من الاتحاد المصري لكره القدم تم تعليق النشاط اللعبه لمده 15 يوم اعتبارا من غد الاثنين، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحليه وجميع الاعمار السنيه. كما قرر مسؤول اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة منح موظفي الاتحاد أجازة لمدة أسبوع، وتم الاتفاق على تقسيم الموظفين على دفعتين بسبب فيروس كورونا. وأخطر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الموظفين البالغ عددهم 110 موظف في الاتحاد بمنحهم أجازة لمدة أسبوع لنصف الموظفين على أن يحصل النصف الثاني على أجازة من العمل، يعني عملوا نوع من الشفتات أنهم يقسموا الأعداد أو يقللوا العدد للنص أو 50% من القوى العاملة في اتحاد الكرة تكون موجودة هذا الأسبوع ثم تحصل على راحة الأسبوع القادم وتعود ال 50% الأخرى أو المتبقية اللي حصلت على هذا الأسبوع أجازة لتستأنف العمل. بيحاولوا يقللوا الكثافات أو الانتشار بس أو الأعداد الكبيرة عشان يقللوا فرص العدوى أو الانتشار لا قدر الله لهذا المرض حفاظا على العاملين وسلامتهم بسبب انتشار فيروس كورونا. شريف العريان المؤشرات تقترب من تأجيل أولمبياد طوكيو. كشف شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية أن المؤشرات الأولية تقترب من تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لفترة. وأضاف التصفيات النهائية لأولمبياد طوكيو كان مقرر انتهائها نهاية مايو وأول يونيو، ولكن طبعا المؤشرات سيتم استئنافها في مايو وقد تحسم في نهاية أو في آخر يونيو. ومن المقرر انطلاق حفل الافتتاح الخاص بأولمبياد طوكيو 24 من يوليو، وبالتالي التصفيات قد تؤجلها إلى جانب تأجيل الجانب الياباني لبعض الأمور الخاصة بالبطولة هناك لعدم الاختلاط خوفا من انتشار فيروس كورونا، وبالتالي تأجيل الأولمبياد هو الأقرب.
بالتأكيد الهاجس الأكبر دلوقتي أكبر تجمعين على المستوى العالمي مفترض أنهم في عام 2020 مفترض أن هم نهائيات كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وبالتالي بيبقى القائمين على هذه الأمور بيفكروا بكل السبل الاتحاد الدولي وكل القائمين على إدارة طبعا البطولتين الكبار، يعني دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ونهائيات كأس العالم لكرة القدم، كل التدابير بتتخذ أو بيفكروا في إزاي ممكن نوصل لشكل آمن ومطمئن للجماهير، أو هل هتكون الأزمة دي انتهت بالفعل وتمت السيطرة عليها أو لا قبل انطلاق البطولتين، لأنهم بيشهدوا توافد أعداد كبيرة جدا على مقر انعقاد أو استضافة البطولة سواء في دورة الألعاب الأولمبية أو في كأس العالم أو نهايات كأس العالم لكرة القدم، لأنهم بالتالي طبعا مع هذه الإجراءات ولو استمر أو طال الأمد أو الفترة الزمنية الخاصة بالتعامل مع الفيروس وظهوره عالميا وعدم تحجيمه أو التوصل إلى مصل وقائي أو دواء بيقدر يتعامل مع المرض وينهيه بشكل نهائي طبيا وصحيا، في الحالة دي هيكون لسه المشكلة قائمة وهيبقى صعب جدا التعامل مع تجمعات بشرية ضخمة ووافدين وحركة سفر ودخول وخروج من وإلى البلد اللي بتستضيف نهائيات كأس العالم أو دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وبالتأكيد هناك تدابير وتفكير طول الوقت في إمكانية إجراء البطولتين في موعدهم من عدمه. ويعقد اجتماع اللجنة الأولمبية الأربعاء المقبل، وعلى أثر هذا الاجتماع سيتم تحديد الموقف النهائي لأولمبياد طوكيو عقب هذا الاجتماع سواء بالتأجيل أو إقامته في موعدها. من جهته أكد رئيس الوزراء الياباني أن دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبلين ستبقى في موعدها المقرر على رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثير هذا الفيروس على الأحداث أو استمرار وجود هذا الفيروس وانتشاره على الأحداث الرياضية الكبيرة حول العالم. وأشار أو أضاف رئيس الوزراء الياباني إلى أنه لا توجد نوايا حتى الآن لحكومته لإعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا الذي طال أكثر من 140 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 5400 شخص حول العالم. وجاء حديث أو تصريحات رئيس الوزراء الياباني جاءت بعد يومين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في طبعا جدول وفي مواعيد وأجندة عمل الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم. وأضاف رئيس الوزراء الياباني قال سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين من بينهم اللجنة الأولمبية الدولية ولم يتغير أي شيء، وأضاف نريد استضافة الألعاب كما هو مقرر دون أي متاعب من خلال التغلب على انتشار الفيروس. وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق حتى الآن، يعني حتى الآن الحكومة اليابانية بتقول لا توجد نوايا للتأجيل ولا نتجه للتأجيل، بل أننا بنسعى إلى اتخاذ التدابير اللي تخلينا نعقد هذا الحدث الرياضي الكبير في موعده أو أن تنطلق حسب رؤية المسؤولين في اليابان أو الحكومة اليابانية أنه تبدأ دورة الألعاب الأولمبية حتى الآن حسب رؤيتهم في موعدها في طوكيو إن شاء الله. سبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالميا على الصعيد الرياضي والذي يقام مرة كل 4 أعوام، ورصدت اليابان ميزانية تقدر بحوالي 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو. وشدد أيضا رئيس الوزراء الياباني على التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة من أجل نجاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وأشار إلى أن كافة الأطراف لم تناقش أي احتمالات للتأجيل حتى يومنا هذا. ده الخبر اللي بنختتم به هذه الفقرة، وآخر تفاصيل الخبر بتقول كان البرلمان أو مجلس الشعب الياباني قد منح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة تسمح له بإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب الفيروس، لكن رئيس الحكومة اعتبر أن الأمر غير ضروري في الوقت الحالي. وكان رئيس اللجنة الأولمبية الألماني أيضا أكد هذا الأسبوع أن اللجنة ستتبع توصية منظمة الصحة العالمية والتي صنفت فيروس كورونا وباء عالميا بشأن إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية. خلونا ننتظر ونترقب الأحداث وهل تنتهي هذه الأزمة بإذن الله سريعا عالميا ويتم السيطرة عليها أو إيجاد حلول جذرية ونهائية لها، أم سيطول أمد هذا الخطر وهذه الأزمة وبالتالي ستطول الفترات الاستثنائية أو التدابير الخاصة بالتأجيل أو التجميد في جداول الرياضة والمنافسات على المستوى المحلي والأفريقي والدولي. ده اللي هتسفر عنه الأيام القادمة. ده كان آخر خبر معنا فقرتنا الأولى أو فقرة الأخبار. لحظات قليلة ونعود مع فقرتنا الرئيسية ومع الحوار الأسبوعي مع الناقد الرياضي المتميز ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الأهرام الأستاذ محمود صبري.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، وطبعا هنناقش كل الاحداث والتطورات المؤثره على الاحداث الرياضيه وجداول المباريات والاجندات المحليه والدوليه للرياضه وبشكل خاص كره القدم، فضلا عن التدابير الاستثنائيه والاحترازيه والوقائيه اللي بيسعى مجلس اداره النادي الاهلي بالتنسيق مع الادارات التنفيذيه الى توفيرها لسلامه الاعضاء والعاملين في النادي، وكجزء كمان من الاجراءات اللي بتتماشى مع النسق العام او السياسات العامه والتوجيهات العامه للدوله في هذه المرحله. كل ده مطروح للتساؤلات من خلال هذا الحوار مع الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير يا استاذ، واهلا بحضرتك. في البدايه، عايز تبدأ منين بعد اليومين الصعبين شوية اللي مرينا بيهم في مصر اليومين اللي فاتوا؟ أول حاجة حابب تقولها للجمهور إيه؟ طبعا إحنا يعني المصريين معروفين بالقفشة وبالحاجات اللي إحنا علمنا العالم بقى وسبقنا الناس برايات من غير جمهور والكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا. الموقف صعب صعب، ولازم كل أسرة تفكر كويس جدا يعني حياتها وتصرفاتها وتحركاتها والأمور. أعتقد ممكن من وجهة نظري للكورة ممكن تكون أسهل، لأن المباراة بدون جمهور وبيبقى كمان الإجراء يبقى يعني على اللعيبة وعلى الأجهزة الفنية والأجهزة المساعدة أسهل من التجمعات اللي هي المولات الكبيرة والكافيهات والأماكن المقفولة واللي فيها العمل يعني والغرف المغلقة. كل ده الكلام ده هو اللي يعمل لك حالة قلق، لكن المسألة يمكن بعد اللي حصل يوم الخميس ومرورا بقى بيوم الجمعة وكده، ويعني استجابة الشعب برضو الحاجات اللي بتحصل وبتتيب بيديك انه لسه عندنا في أمل، في أمل، في الإيجابية موجودة عند ناس ما تخلتش برضو عن يعني الروح بتاعتنا اللي هي موجودة فينا، إنقاذ وإغاثة الملهوف والكلام ده كله، ده على مستوى المواطنين وعلى مستوى فرق العمل اللي اشتغلت في الطوارئ في الكهرباء والمية. كل ده مع تعليمات الدولة واستجابة الناس يعني في خطوة وفي شيء شعور بأنه إنه في حاجة بتتغير، إنه في حاجة إحنا في تعاون، في استجابة. ده شيء بيبقى شيء مهم جدا. تكملة الموضوع، أعتقد إنه لسه الإجراءات على مستوى الحياة العامة، أعتقد إنه في اليومين الجايين دول هيبقى في حاجات تانية، يعني مش التعليم فقط وغلق سناتر وجامعات، لا، ده هيبقى أعتقد الأمر هيطول. برضو المولات التجارية هيبقى في كلام بالنسبة لنا ممكن يتم غلقها، والمقاهي الناس بتتكلم دلوقتي. الكلام ده كله في صالح إيه؟ في صالح المواطن، في صالح الحياة العامة. وعاوزين نقول إنه إيطاليا لما اكتشفت الموضوع حصل نوع من الاستهانة بعض الشيء عشان الناس تبقى فاهمة، وبدات نتصرف في حياتها، الناس اتعاملت مع ده كاجازه وخرجوا يعني واستمتعوا، وبعد كده الامور لما اتطورت طلعت الناس كلها قعدت في بيوت من حاله للاسف اكتر دوله في حجم مشكله في اوروبا كلها دلوقتي. ايطاليا طبعا متضرره جدا دلوقتي. الصين امبارح عامله لها دعم كبير جدا ومدها بكتير من يعني الاطباء والمساعدين والناس اللي يعني لانقاذ الموقف والخروج من لان الموضوع المواضيع بتتطور بسرعه. وبعدين خلي بالك الحاله النفسيه بتلعب دور في منتهى الخطوره في الامر ده. يعني ايه اذا ما كانش في وقفه وفي دعم وفي مسانده، مش عاوزين تسريب الرعب والخوف برضه بيعمل نوع من فقدان الامل، ودي مبررات ومقدمات الهزيمه، يخليك تستسلم مع المرض. لو انت ضعفت واستسلمت هتبقى يعني متقبل لحدوث اي شيء. الاجراءات العامه شيء مهم جدا. بالنسبه للرياضه انا شايف انه الرياضه يعني ان شاء الله الوضع بالنسبه لها في امان، يعني حتى لو الناس اللي بتبرر الغاء الدوري ومش كلام مقدمات. طب خلينا نبتدي الحكايه من يوم الخميس اللي فات، يوم الخميس اللي الناس قالت انها الناس سعداء بان الدوله لاول مره بتستبق الامر لما عرفت انه توقعات الارصاد بتقول ان في عاصفه وفي امطار غزيره وفي امطار غير اعتياديه في كميتها في مصر، ادوا ناس اجازه عشان ما يحصلش، او توقعت الدوله ان لو وجود الناس في الشارع وتحركهم من والى العمل او خروجهم بشكل عادي في اليوم ده هيعمل حاله شلل كامله وهيعمل مشكلات كتيره جدا للناس في الشوارع مع الاعطال اللي شفناها ومشكلات الكهرباء والميه اللي كانت الدوله وفرق العمل بتتعامل معها طول الوقت. فالناس حست ان الدوله بدات تتعامل مع الامور دي بشكل مختلف. اول مره الدوله تقول لا اليوم ده اجازه يا جماعه علشان نخلي الناس يعني ايه نحميها من مشاكل وجودها في الطريق. التصرف ده او اقدام الدوله يعني بتوجه من السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عايز اقول لك انه منع حاجات كتيره جدا كان ممكن تحصل لو تعرض لها، لانه لم يكن احد يتوقع انه عاصفه التنين ده تكون بالصوره، لانه دي اجواء جديده علينا في مصر. يعني كمان كميه الامطار اللي هطلت على يعني الشوارع المحروسه
تحتاج كمان من الدولة التفكير مستقبلا في الاستفادة من الأمطار. يعني لما يقول لك 500 مليون متر مكعب، يعني نصف مليار أو مليار نزلوا وراحوا كده يعني في الصرف، انت بيحتاج برضو يعني ده تفكير. لكن الخطوة في انه التنبيه، يعني بدأ يحدث نوع من الانسجام بين الدولة وبين المواطنين في الاستجابة للحظات دي. شيء موجود بس بالصورة الاستجابة السريعة، انه في خطر يعني يحيط بالجميع. فكان واجب يعني خطوة كانت مهمة جدا، واستجابة الناس كمان يعني برضو كان شيء مهم جدا، لانه يعني في ناس ما طلعتش من بيتها، في ناس كانت موجودة في شغلها. يعني احنا كنا موجودين في شغلنا من 9 صباحا لغاية 9 مساء موجودين في الاهرام مثلا، يعني عدد قليل لكن اللي كل الموجودين كان منظر الشوارع مش عاوز اقول مرعب ومخيف. تخيلوا الضلمه وتخيلوا كميه الامطار، وناس اللي مثلا اضطرتها الظروف انها تنزل للعمل، او اضطرتها الظروف انها تقضي حاجاتها، او اضطرتها يعني الامور لمشوار لمستشفى لزياره لحدوته. كل الكلام ده انا اعتقد انه كان في تفاهم، وده يؤكد على انه النقطه الموضوع ده كان نقطه ومن اول السطر، انه احترام مشاعر المواطنين وانه هم يستحقوا من النظام من الدوله يعني انه الاهتمام. ثانيا استجابه المواطنين واستماعهم لكمان ديان السيد رئيس مجلس الوزراء، اعتقد كان في شيء من الايجابيه، وكانت خطوه مهمه جدا. اعتقد دي يبدا البناء عليها مستقبلا عند يعني ان شاء الله يا رب، يعني ربنا يحفظ مصر يا رب ان شاء الله حاجه ان شاء الله اي حاجه ثانيه. لكن هي الحياه بدات في تغير في المناخ بشكل يعني غريب جدا، يحتاج وقفة ويحتاج كلام جدا. أول مرة نشوف الحاجات دي، وأعتقد إن طبعا إحنا برضو بناخدها من باب الكتب والهزار، لكن لا الموضوع لا ده العالم دلوقتي من الاجتماعات الأكبر على مستوى العالم، اجتماعات وقمم مناقشة التغيرات المناخية. أنا بقول لحضرتك يعني فأنا عاوز أقول لك إحنا دخلنا بدأنا ندخل في دايرة كمان، يعني بص كمان اللي حصل في منطقة التجمع الخامس، بص في اللي حصل في المدن الجديدة. يعني كل الكلام ده بيحتاج إنك أنت كمان، أعتقد الدولة هتبقى مستقبلا أو يعني العام الماضي إن شاء الله هيبقى في تغير في كيفيه التعامل مع المياه الغزيره دي، اعتقد الاستفاده منها ازاي، تصريفها ازاي، كل دول امور دي اعتقد انه موقف الحكومه موقف اكثر من رائع. تصرف المواطنين تصرف هايل في الاستجابه، وايضا تعاون الناس مع بعض. طب هل المفروض حضرتك بتنصح المواطنين انهم يبداوا يستفيدوا من اي دروس تعلمناها من الازمه دي؟ يعني النهارده كل نصائح القائمين على امور الكهرباء مع الاعطال والمخاطر اللي حصلت وتعرض المناطق اللي فيها كابلات كهرباء او عدادات او كانها اماكنها في بعض العقارات، سواء مالك العقار او السكان ما اهتموش، العدادات مكشوفه سببت حالات كتيره جدا فيها مخاطر او انقطاعات في الكهرباء في بعض العقارات، وبالتالي كان في تلبيه وشكاوى بالالاف لفرق عمل بتلبي النداءات دي. هل محتاجين المواطنين دلوقتي بعد ما امور الجو تتحسن والامور تستقر انهم عشان ما يتكررش موقف في ظروف مناخيه مشابهه ان شاء الله نبدا بقى نحسن امورنا ونشوف الحاجات اللي هي في العالم كله بيتعامل معاها بجديه؟ حضرتك اكيد الحاجات اللي حصلت فيها ماس كهربائي ممكن في اكثر من حادث مؤلم بامانه، طبعا راح لقيته يعني في 2 اخوات او 3 كانوا مع بعض، 2 حصل لهم على مريوطيه برضو، في ناس تاني احنا ما نعرفش عنها حاجه. في موقف شاب مهندس هارس واحمد شعبان انقذ مثلا 21 وهو يعني توفي نتيجه جرفه التيار واصطدمت راسه ببحض يعني الصخور وادت لوفاته. في نماذج وفي حاجات كده، يعني الناس بتقوم بادوار سبحان الله، يعني ادوار بطوليه. دول الابطال الحقيقيين يعني في المشاهد وفي المواقف دول. في ناس ممكن احنا ما نعرفش عنهم حاجه، لكن بامانه شديده يعني مساله اعمده الاناره تحتاج فعلا من وزاره الكهرباء، تحتاج من وزاره الكهرباء ومن منظمات المجتمع المدني ومن كل الناس، يبقى في محاور يعني تسير عن طريق شارع وحاره وشارع اكبر ومدينه وقريه، انه ازاي كل مكان يحدد من خلال حتى الشياخه بتاعته. يعني ايه دور الشيخ البلدي؟ حصر الحاجات بهدف هو عين الامن لكل ما يحدث بخطر بالمواطنين، عشان تتخذ التدابير الوقائيه الخاصه بيه، التدابير ويحطها في صوره. يعني لو تم حصر اعمده النار المكشوفه في كل المناطق، اعتقد نستطيع انك انت تستطيع وزاره الكهرباء على مدار سنه كامله انها تغطيها وتغطيتها. ده الحمد لله حضرتك اللي بتقوله ده مهم جدا، انه كان في اجراء احترازي
يعني اللواء احمد عبد الفتاح لما سالناه الرئيس حي الدقي قال انه كان في اجراءات وتنسيق بين الساده المحافظين وبالتالي الساده رؤساء الاحياء انه تتخذ اجراءات بتدابير وقائيه بان العواميد دي عواميد الاناره ما تشتغلش خلال اليومين دول علشان اي مشاكل من الحرب بتقولها دي ان ما فيش مواطن يتضرر ولا يتصاب. تم فصل لا وتم لا وكان من وكان من ضمن البيان والكلام اللي البيان اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي اللي هو صادر كان بينصح المواطنين بالابتعاد عن اعمده الاناره. لكن في نفس الوقت انا بقول لك رغم الجهد الكبير اللي بتعمله وزاره الكهرباء لكن الجزئيه دي محتاجه منها نظر. محتاجه نظر ومحتاجه انها يتم عمل حصر لكل الاعمده اللي مكشوفه وده يتم تغطيتها تدخل من ضمن مرحله التطوير او بمعنى تاني انه الاعمده اللي تم تركيبها يعني جديد لابد من بحث عن اليه انها تحافظ على يعني ايه مزيد من الايه الامان لانه الكهرباء دي اخطر شيء بتواجه الانسان عند التعرض ليها. فاعتقد انه من الحاجات المهمه جدا اللي هتكون اعتقد مصاري اهتمام واهتمام من الدوله في المستقبل ان شاء الله. راي حضرتك ايه في تعليق النشاط الدراسي ده حصل القرار ده واتخذ في عدد من دول العالم وكان لسه في جدل حوله في الايام اللي فاتت الى ان تم حسم الامر عندما قام السيد رئيس الجمهوريه في خطابه بتوجيه الادارات المسؤوله في الدوله وتوجيه المسؤولين في الدوله باتخاذ القرار او بتعليق الدراسه لمده اسبوعين وبالتالي صدر القرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء ومنه الى الوزراء المختصين عشان هننتقل لتدابير كثيره جدا في النادي الاهلي بعد والناس عماله تكتب على السوشيال ميديا امتى يجري التعليق امتى يجري التعليق امتى يجري التعليق. اكيد طبعا السيد الرئيس في تقارير وصلت له بصوره يعني شامله عن الموقف وهو طبعا يعني اتخذ القرار اللي هو في صالح المواطنين يعني وفي صالح الناس لحمايتهم وانه المساله برضو تحتاج من الجميع تكاتف وتعاون محتاج انه يبقى في يعني متابعه ما يحدث في الخارج ايضا كمان يعني انت مين اللي داخل عندك ومين اللي خارج بره مصر ومين اللي داخل مصر كله ده هيبقى مسار اعتقد اهتمام. فقرار جيد لتهدئة كمان الأسر ومزيد من الطمأنينة. اه طبعا ناس قلقانة وفي يعني كمان بيضع حد في بعض الحاجات بيتم نشرها او عبر السوشيال ميديا ما تعرفش مدى حقيقتها هل هي صادقة هل هي مش صادقة ما نعرفش يعني احنا كلام بيصيب حالة من الريبة حوالين الموقف والرسائل بتيجي يعني لا ما احنا طول الوقت بالنادي الناس انها ما تعتمدش على اي مصدر الا مصدر موثق او خبر مؤكد ما تعرفش يعني بس الرعب والخوف لكن قرار جه في وقته مهم جدا يعني. طيب خلينا ننتقل من القرارات الصادره عن الدوله من القياده السياسيه من رئاسه مجلس الوزراء من الوزراء المختصين في اي قطاع والأجهزة التنفيذية في الدولة طبعا إلى رؤية مجلس إدارة النادي الأهلي وإلى الإدارات التنفيذية في النادي الأهلي والتماشي مع السياق العام وقرارات وزير الرياضة في مصر. أولا في قرار للنادي الأهلي بتعليق النشاط الرياضي بالكامل داخل النادي لمدة أسبوعين، رأي حضرتك إيه في القرار؟ النهاردة كان في اجتماع مطول أعتقد في النادي الأهلي لبحث الموضوع ده والتدابير اللازمة والاحترازية لحماية الاعضاء والعاملين الفرق الرياضيه كان الاعضاء طبعا واعتقد انه هيبقى في قرارات في الفتره الجايه لتعقيم الافرع الثلاثه ووضع برنامج ما اعرفش هل هيتم مثلا غلق ابواب النادي مثلا لفتره ولا هيترك الامر وتوضع مثلا اجراءات على البوابات لمتابعه الاعضاء ويعني منع لانه كلام في منع التجمعات في الغرف المغلقه والكلام كمان الفرق الرياضيه عندك برضه في بطولات مرتبط بها يتم معامله ازاي يعني مثلا في قطاع السباحه عندك فرق بتستعد لمسابقات مهمه جدا عندك في الباسكت خلاص على مقربه من وصول المباراه النهائيه للدوري في مباراه منتظره مع فريق الجزيره مباراه يعني اللقاء الرابع على ما اعتقد او الثالث عندك كمان اليد يعني اعتقد انه برضه كمان التعليمات جت حتى التدريبات ممنوعه يعني في وقفه منها كمان النهارده كان في يمكن حصل حاجه النهارده في ماتشين والدنيا اتلعبوا ولجنه الخماسيه عملت قرار بمنع المباريات الوديه فاعتقد انه برضو النادي الاهلي هيكون حريص على السير في النظام العام والالتزام لانه في خطه للتعقيم في النادي وللتطهير كل المناطق في النادي ومنها غرف الملابس النهارده كان في يعني اجتماع مطول كبير جدا اكيد هتظهر حاجات في الايام الجايه والاجتماعات متواصله لوضع خطه للتعامل مع لانه ده ظرف طارئ والتعامل معاه هيكون ازاي ان شاء الله. طيب هنتكلم شويه توقعات حضرتك الأزمة دي هل هي مرتبطة احنا مرتبطين بالوضع الصحي عالميا وما يعلن عن التوصل من عدمه إلى حل لهذه المشكلة أو علاج مصل وقائي أو دواء لهذا المرض أعتقد أن اللي ده إيجاده من عدمه هو لا يحدد المدى الزمني المتوقع لتعليق الأنشطة الرياضية أو تجميل أو عدم انتشاره وعدم انتشاره
يعني او انتشاره وعدم انتشاره برضه يديك عدم ان شاء الله عدم انتشاره باذن الله ان شاء الله باذن بيديك طمانينه انك انت ممكن ترجع تدريجيا. يعني ممكن لو الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اقول لك عليها انه ممكن ترجع هو الدوري. ليه؟ لانه خلاص انت ما عندكش جمهور وهيبقى الفرق اعتقد انه هتبقى الفرق في الفتره دي مهمه جدا. يعني الانديه هتتم توقيع الكشف الطبي لانه المساله بتاخد 3 ايام على الاقل توقيع الكشف الطبي على اللاعبين والمحيطين كمان والتعامل كمان برضو ممكن الخوف من حاجه يقول لك يعني ما هو بيلعب وبيروح يقعد مع اسرته ما انت ايه هل اسرته مثلا عندهم يعني ممكن ما يحصلش حاجه برضو دي برضو من الحاجات اللي اعتقد ايه في ربكه مش هنا بس لا يعني ده في ده عاوز اقول لك ايه لما قالوا في الماتشات الدوري الانجليزي كان اول قرار اتخذ قالوا للاعبين مفيش مصافحه بالايدي قبل الماتش يعني تمروا على بعض تسلموا على بعض بس كدا. ايه نودنج ذا هيد كده اللي هي اشاره ايماء بالراس بس من غير السلام بالايد فالناس ساعتها قالت لهم يا جماعه يعني لعيبه هيبقى في احتكاك بدني في الملعب وفي طبعا اللاعب يعني في عرق في الملعب خلال المباريات وفي احتكاك بدني في الكرات المشتركه قالوا لهم بتتكلموا على السلام بالايد ما هو المشكله الاحتكاك نفسه في المباراه يعني ده نفسه بيعرض اللاعبين لو في حد مصاب بالفيروس لانتشاره فانه فعلا المباريات او التدريبات وسيله سهله لنشر المرض من التلامس طبعا يعني طبعا طبعا مش المساله مش مساله السلام بالايد بس يعني في حاجات ثانيه كتير يعني عاوز اقول لك ايه بقت فزاعه يعني بقى دلوقتي الناس كلها بتدور دلوقتي انت في الحياه العامه لو حد بتدخل على حد بتشاور له كده مساء الخير وبناخدها بقى في بالخفيه زي ما بيقولوا يعني لكن عاوز اقول لك انه هيبان في خلال الاسبوعين يا اسطى هيبان الموقف العام كمان مش هنا بس بره طبعا انت عارف بره دلوقتي مثلا انجلترا في حاله من الربكه والارتباك والقلق بسبب كمان يعني ايه ليفربول هيتجننوا يعني خلاص هبقى 6 نقاط وناخد البطوله اللي لينا 30 سنه احنا بنحلم بيها البريمير ليج قال لو ظهرت اي حاله في اي فريق سيتم تجميد المسابقه او تاجيلها او لا ده في ده تاجيلها وممكن ترحيل لفتره الصيف وتاجيل بدايه الموسم القادم ماشي الموسم المقبل لانه دايما الموسم المقبل وليفربول بالنسبه له خلاص خرج من السباق الاوروبي هذا الموسم وبذل جهد كبير جدا واصبح طبقه وسيده فعنده حاله ايه بيدوروا على بدايه يعني العمل الان في انجلترا في الدوري الانجليزي والبحث عن بدايه لاكمال المسابقه لدرجه انه في مثلا مطالبه في انديه الانديه الكبيره مثلا هي المنافسه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ممكن في كلام طلع منهم ان احنا ما عندناش مانع ان كنتوا اعلنوا فوز مثلا ليفربول بالبطوله اللي خلاص قاربت على الانتهاء بالنسبه له هو خلاص وانه يتم تحديد بعد كده الفرق الهبوط في يعني في كلام النهارده مصادر يعني في الصحافه كاتبه بما يوحي هذا الكلام لكن في ناس ثانيه رافضه تقول لك لسه المسابقه مستمره في الملعب رغم انه منطقيا خلاص حسمت فارق 25 نقطه مع مانشستر سيتي اعتقد صعب جدا في المباريات المتبقيه اعتقد 9 مباريات فاضلين او 10 اعتقد هيبقى فيه يعني الكلام فيهم مش محتاجين لكن عاوز اقول لك انه الدوري الانجليزي يعني في مشكله وهتبقى يعني في الايام الجايه اكيد هيبقى في تفكير في حلول وهروب من كورونا كمان عندك الدوري الالماني كمان خد عندك على الدوري الايطالي يعني لا ايطاليا ايطاليا اكبر مشكله في اوروبا حاليا هي في ايطاليا اكبر مشكله الدوري الفرنسي يعني في دوريات اقل يعني في امور ايه في دول المساله فيها مش بالصوره اللي تخوف طيب التفاؤل زي ما حضرتك قلت والعوامل الخاصه بالاراده والعزيمه والتكاتف بين كل دوله وحكومتها والاجهزه المعنيه والشعب اللي بيلبي النداء ده باتخاذ التدابير المطلوبه منه الوقائيه امر مهم جدا طبعا والروح الايجابيه مهمه دايما في الحاجات دي حضرتك يعني بتقييمك بالحس الصحفي لبعض الاشارات السلبيه جدا من بعض المسؤولين على المستوى الدولي يعني مسؤول في دوله قال انتوا يجب ان تستعدوا لتوديع احبائكم المستشاره الالمانيه ميركل قالت 70% من الشعب الالماني عرضه للاصابه بالفيروس او بالمرض تفسير حضرتك لده ايه هل هم واقعيين لان ده ممكن كمان يعني يؤثر سلبا على الناس وعلى همه وعزيمه الناس بشكل كبير ولا هم بيتكلموا بواقعيه عن الحسابات حضرتك هو الاطباء مش حددوا ان خطوره المرض بتبقى دايما في الاكبر سنا مش هو لما فئات عندها امراض معينه مزمنه يعني وبعض انا بكلمك في الاكبر يعني حددوا خطوره المرض في المتوسط العمري يعني ايه من الاطفال اقل سن الشباب كده مش عارف ايه لغايه ما وصلوا لكبار السن وكان كبار السن دول كبار السن دول اهم حاجه في حياتنا كبار السن دول يعني الاب والام
والاخ والاخت اللي هم كبار في السن والخال والعم طبعا، والناس دول يعني هم ناس بتكلموا بواقعيه. يعني ايه؟ بيدي لك انه يعني انه انك انت تتوقع حدوث شيء خلاص، لكن اعتقد هو في نفس الوقت بيبذل وبيجري وبيدور عشان برضو يعني، لكن بيخليك عايش يعني عشان ما تصدمش قوي، توقع انه ممكن يحصل كذا. وبعدين انت عارف يعني اوروبا يعني كما يطلق عليها القاره العجوز، يعني يعني دي برضو ايه مشكله في ارتفاع متوسط الاعمار، برضو طبيعه الجو، المناخ، البروده، كل الكلام ده، وتقدم مستوى الخدمات الطبيه بيؤدي الى ارتفاع متوسط. هم ناس واقعيين، وفي نفس الوقت واقعيتهم دي بياخدوا منها ان هم ما بيستسلموش. يعني ممكن اقول لك كذا، لذلك انت في بره لما الناس اللي بتسافر بره بيبقى الدكتور صريح معاك، مش هيستنى ويقول لك لا ده حالتك، بيبقى مباشر جدا، بيبقى مباشر جدا في متابعتك. فهم الناس بيجيبوا من الاخر يعني، يعني مش هقول لك انك انت زي الفل، لا خلي بالك في مشكله، تفقد في مشكله ولازم تستعد للمشكله دي، انك انت تبقى حريص انك انت تتبع التعليمات 1 2 3 4. انت في الاطار ده متابع، انت في هذه الحاله متابع لما يحدث في الخارج، ولا بد تكون متابع، ولا بد انك انت تبحث، ولا بد يكون عندك وانت عندك علماء، وعندك وعندنا علماء، وعندنا علماء كفاءه جدا، واكيد الدوله في اهتماماتها انها بتدور وبتبحث. وما اعلم ان مصر يعني من خلال النصائح وكل النصائح في عمليه البحث دلوقتي عن بحث طبيا وعلميا، مصر في تواصل حقيقي علمي وطبي مع الصين لايجاد حلول للمشكله دي. يعني لا عندنا وعندنا ناس يعني عندنا ناس تفوق، وعندنا ثقه فيهم ان هم ان شاء الله يعني يتم الوصول للعلاج، والعلاج يعني بس الحمد لله. خلينا نقول معلومه حضرتك تعلق عليها، عشان بعض الناس قالت انه بناء على او قياسا على فترات سابقه او حكومات سابقه انهم يا جماعه ما بيصدقوش الارقام اللي بتعلنها الاجهزه الرسميه في الدوله، او انهم بيقولوا دايما احنا تعودنا حكوماتنا والدوله بتخبي الحقائق. في مؤشر رئيسي في 25 دوله قائمه صدرت رسميا عن الصين بتمنع دخول مواطني 25 دوله، منهم دول بتعد من القوى العظمى في العالم، من الدول الاكبر في العالم على مستوى القدرات التسليحيه والاقتصاديه والعلميه، منه يعني عدد من الدول الاكبر على مستوى العالم موجوده ضمن هذه القائمه، ان مواطنيها في هذا القرار الرسمي من الصين حتى يدخلوا الصين لابد ان يمروا على ال 14 يوم الحجر او العزل الصحي، ده شرط لدخول البلاد، مش مجرد انه معاه شهاده طبيه وانه خضع للفحص وانه يقدر يدخل الصين. الحمد لله مصر لم توضع على هذه القائمه، لان القياسات الصينيه ان وضع المشكله في مصر محدود، وان مصر بتتعامل بشكل وقائيا وطبيا بشكل جيد. نعم. فلم يوضع المسافر المصري او الوافد من مصر المواطن المصري على قوائم هذه ال 25 دوله اللي موضوعين في قائمه دخول الصين، ان احنا مش خاضعين للدخول للحجر الصحي في الصين. يعني الدوله مش ذات خطوره، واعتقد ده ما فيش مجاملات يعني. يعني لا، ما انا بقول لك دوله مش ذات خطوره، حتى الحالات اللي تم يعني اكتشافهم ما كانوش مصريين، ده كانوا يعني اعتقد سياح يعني في جايين في فتره كده، وفي واحد هو ممكن تسبب في انه ايه اصاب الباقي. لكن اعتقد الامور في مصر ان شاء الله باذن الله تعالى يعني امور تحت السيطره. برضو الشعب واعي يعني متفهم الظروف، وبعدين الدولة مش بصالحها ان هي تخبي عنك، لانه الامر مفيش حاجة. احنا بنقول للناس ان احنا الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله المشكلة تبقى محدودة. عندك الحمد لله يعني الناس قاعدة 24 ساعة على السوشيال ميديا، ما بتسيبش حاجة، اي حاجة معدية بتتقال وبتتعمل وبتتعرف، ومحدش بيستنى حد. فانا عاوز اقول لك انه الامر لا الامور يعني احنا بنقول ان ده على المستوى الدولي ما فيهوش مجاملات. فكان لو كان وصلت لا قدر الله لحجم معين او لمؤشر معين في مصر، كنا هنوضع ضمن هذه القائمة اللي حددتها الصين لدخول. فالحمد لله بنقول للناس الموضوع مالوش علاقه بفكره الحكومه بتقول الحقيقه ولا بتخبي. احنا دلوقتي الدوله حريصه على انها كل الحالات اللي بيكشف عنها بتعلن، وانها حريصه على كشف كل شيء للراي العام، عشان يبقى المواطن شريك في التعامل واتخاذ التدابير الوقائيه زي ما حضرتك قلت ان هو له دور مهم جدا. تاثير ده ايه اكتر حاجات لفتت نظر حضرتك في الملفات الدوليه كلها المتعلقه بالرياضه، وتاثيرات انتشار الفيروس او مواجهته على الملفات الرياضيه عالميا حتى الان؟ الخوف دلوقتي في ناس تقول لك انه حتى لو جت درجه الحراره الفيروس بيطور نفسه. برضه ناس بتقول كلام احنا مش عارفين حقيقه الكلام، لان احنا ما عندناش الحقيقه للكلام ده. لكن في خطوره على في حاجات، مثلا هل دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو ستقام؟ ده الموضوع المهم اللي هيبقى مسار اهتمام في الايام اللي جايه على فكره. وده شوف دوله بتجهز وعامله تجهيزات. اليابان الشغل الشاغل بالنسبه لها
ومش واليابان لن تقبل ان هي تضحي بشعبها عشان تسمح أكيد. انه طب إنه تعليق في حاجه لو الموضوع ده هيجي لها هيجيب سبب لها مشاكل. تعليق حضرتك ايه على تصريحات رئيس الوزراء الياباني؟ كنا لسه بنستعرض هذه التصريحات خلال فقره الاخبار. رئيس الوزراء الياباني قال انه حتى الان لا توجد نوايا للتاجيل او الالغاء. حضرتك شايف امكانيه تحقيق الامر ده ازاي؟ اكيد ان ما دام هو قال كده هو الراجل بيحط الامر تحت ايه المتابعه. واعتقد انه على ما ان شاء الله باذن الله يجي شهر 6 اعتقد الامور هتتغير يعني ايه باذن الله يعني مش يعني 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 اللي حاصل ده كله يعني زي ما تقول يعني ده جرس انذار. ده تحذير مش تحذير للناس يعني كل واحد يلتفت بقى يبص ايه سبب الموضوع ما كله ده الناس عاوز تعرف الحدوته دي جايه من فين؟ هل معتقد من الاكل؟ يعني الكلام اللي اتقال على طبيعه الحياه في الصين وانه ممكن يكون انتقل الاكل من اكل لكذا لكذا برضه ما حدش عارف حقيقه الامر جاي فين. فدوله زي اليابان بعظمتها وعلمها وتقدمها وتطورها على كافه الاصعده ستكون دوره الالعاب بالنسبه لها تتحسب بالهمسه. فطبعا رئيس لما يطلع رئيس الوزراء يقول الكلام ده ده كلام ذكي جدا. ما انا مش هقول لك من دلوقتي ان انا خلاص لغيت الدوره ده انا صارف قد كده عشان يعني التاريخ وعشان اعمل وهكسب قد اللي صرفته فهيفضل لاخر وقت في اتجاه الاستكمال. هيقدر يقول الكلام ده لغايه عندما يتاكد يا استاذ محمد انه مضطر يلغي عندما يتاكد انه الامر فيه خطوره على مواطن واحد مش على ال 135 مليون او ال 140 مليون ياباني اكيد هيبقى في قرار بالنسبه له انه تتلغي او يوافق يتم تاجيلها. وفي الحاله دي هتبقى ضربه قاضيه للالعاب الاولمبيه وهتبقى يعني طيب هتعمل حاله من الارتباك ان ممكن دوره الالعاب الاولمبيه تقام لو استمر الفيروس موجود بالشكل اللي هو موجود بيه عالميا الان بيزيد في دول بيتقلص في دول يعني دول قادره تحجمه وتسيطر عليه دول لسه المشكله كبيره. لو فرضنا ان ده مستمر السيناريو ده كما هو الان ولم يظهر علاج مصل وقائي او دواء نهائي يعني يتسبب بفضل الله في الشفاء من المرض ده لحد دوره الالعاب الاولمبيه، هل تعتقد انها ممكن تعقد في ميعادها؟ لا مش تعقد. مستحيل. الا اذا كان ايه مثلا دول يعني لا يعني ايه حتى لو قلنا ان الوفود الرسميه او الوفود يعني كل دوله هتوفد الوفد الرياضي بتاعها اتعرض يا سيدي للفحص وللكشوفات وبتاع لمجموعه دول، طب والباقي؟ هل هيسمح بدخول الجمهور؟ من الدول الثانية ما انت هتستضيف بقى يعني هيبقى عندك وافدين عدد ضخم جدا كتير جدا الناس جايه كمان عندها هوايه في متابعه الاولمبياد. فاعتقد انه الامر هيبقى يعني مش دلوقتي حسمه لا يعني ايه لكن هيبقى وتحت المنظار من الان منذ ظهوره في الصين وكل شيء تحت المنظار بالنسبه لليابان لانه كل حاجه بتتحسب مش السبب لانه عاملين استعدادات تفوق الخيال عاملين شيء يعني اكثر من رائع يعني ايه حتى تاشيره الدخول غيروها مش هدوك تاشيره على بتاع ده بيديك كارنيه بيديك بطاقه الدخول تاخدها من هنا من السفاره مش يعني بيديك كل حاجه عليها بياناتك وتكاليف كل حاجه كاعلام كل حاجه كل حاجه تدخل بيها وتروح وتيجي يعني ايه تكاليف ضخمه ما فيش تكاليف طبعا شغل يعني يعني اليابان زرتها مره واحده فكنا في 2014 وبغطي كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي كنا موجودين يعني كنا وفد اعلامي كبير جدا على فكره لا شيء على فكره كلام حضرتك معناه انه منطقيا علماء اليابان بيشتغلوا دلوقتي كمان على ملف كورونا ده انهم يلاقوا حل له لا مش هدونا ما بتركوش يعني. حاجه للصدفه لا بيشتغلوا وتقعد تسمع عن حكاياتهم ولما تروح اليابان بروح شوف السفاره المصريه هناك وشوف اللوحه اللي محطوطه على السفاره شوف الوفد الياباني اللي جه زار مصر سنه ايه الملفت في اللوحه الموضوع على السفاره المصريه في طوكيو الوفد الياباني اللي جه زار مصر سنه 1865 وجاي يتعلم الزراعه والصناعه من مصر عندما بنى محمد علي مصر الحديثه شوف البلد دي مش بس مش ام الدنيا بس طبعا علمت الكتير يعني وانت لما تروح وتسمع ممتنين لده لحد النهارده انا بقول لحضرتك هم شوف بيحكوا عنك ايه شوف احنا كنا فين شوف احنا كنا فين في الفتره دي زراعه وصناعه واول خط سكه حديد وعماء يعني احكي على النهضه وعلى التطور اللي كان يعني البلد يعني في بلد اتعملت في دول دلوقتي طبعا سبقتنا لاسباب ثانيه يعني استعمار خد في الكلام يعني واللي انت عايزه يعني احكي للصبح بقى فيه طيب احنا بنتكلم هنا عن انه اكيد الحدثين الاكبر عالميا في عدد الجماهير اللي بيحضرهم
نهائيات كأس العالم وأولمبياد طوكيو. حضرتك شايف أن الوضع هيبقى شائك جدا بالنسبة للحدثين دول في حالة عدم الانتهاء أو السيطرة على أزمة فيروس. بص، بعد زيارة رئيس الصين لمدينة ووهان وإعلان هناك بنهاية المرض، ده بيدي مؤشر أنه لأن الصين بتعلن أنها بدأت السيطرة الحمد لله على الأمر، خلاص بدأت تلغي المستشفيات اللي بتاعه وخلاص. يعني في ده الكلام في إيه؟ الكلام المعلن بالنسبة لله، الله أعلم في حاجة تانية ولا لأ. يعني هل دي هي الحقيقة كما نراها الآن؟ إلا إذا كنا يعني إحنا مش هنسد عينينا ونسمع بودنا. فأعتقد الكلام اللي اتقال ده هل واضح وصريح؟ أعتقد ما دام الصين توصلت لهذا الأمر، أعتقد إنه ده مبشر يعني وخطوة أمل كبير جدا إنه يتم القضاء على الفيروس عالميا، يعني التعامل معاه بإذن الله. وأكيد في تفاؤل عند ناس كتير قوي في مصر إن إحنا نقدر يعني نوصل إلى كمان الصين من مصلحتها القضاء على الفيروس، لأنه حتى يعني حتى مستقبلها الاقتصادي طموحها كدولة لابد تكون أسرع. هي حتى الآن الخاسر الأكبر اقتصاديا من بداية الأزمة، يعني خسائر بمليارات وأرقام ضخمة جدا، وهي اللي عندها نشاط اقتصادي وتجاري ضخم جدا معطل دلوقتي. طيب، على مستوى الدوريات الأوروبية، على مستوى البطولات، وعلى مستوى الدوري المصري والمسابقات الرياضية، وقرار وزير الرياضة بشكل عام في مصر الدكتور أشرف صبحي، تعتقد حضرتك أنه في حالة ارتياح لدى أسر كل اللي بيلعبوا رياضة، مش بس لعيبة كرة القدم الصغار أو الناشئين، عند مستوى كل الرياضيين والرياضيات في مصر؟ طبعا. انه حاله التجميد دلوقتي او وضع التجميد النشاط ده افضل سيناريو ممكن للتعامل مع الفتره. بص حضرتك، بص هو موقف صعب والقعده في البيت صعبه مش سهله، لكن طبعا متعه الناس في ايه؟ في كره القدم. يعني حتى الناس دلوقتي عاوزه تتفرج على كره، مش عارفه افترض تتفرج دلوقتي على بيشغل، بتتفرج على افلام، يعني ما كانش بيتفرج على افلام، بيجيب افلام اجنبيه يقعد يتفرج عليها. شغل كمان بنخاف على الرياضيين وعلى لاعيبتنا. ما انا بقول لك يعني ما انا بقول لك الموضوع يعني ايه؟ الناس متعتك القاعده في البيت قاعده تتفرج على ماتش وتقلب ده وتجيب. دلوقتي بتدور على ايه؟ على الحاجات القديمه، تدور على ماتشات قديمه، مباراه ما شفتهاش ممكن تحاول تتفرج عليها. يعني عاوز اقول لك ايه؟ انه القرار في صالح الناس، مش ضدها. حمايه للرياضيين، حمايه لكل الناس، حمايه للجمهور يعني. لكن المساله انه المفروض في اداره الازمه، فن اداره الازمه ده بيتوجب انه يبقى في ناس متخصصين عنديهم قدرات ازاي نتجاوز المرحله. احنا الحمد لله احسن وافضل حالا من غيرنا. هل اتمنى ان المساله تقف عند الاسبوعين اللي هو تاجيل المسابقات ما تستمرش، ما يبقاش في اسبوعين تانيين لانه يعملوا يعني يعملوا ربكه. اتمنى ان الامور في الاسبوعين ان شاء الله تكون يعني الصوره وضحت، والصوره واضحه يعني اتشافت بشكل اوسع، انه الحمد لله ما فيش حاجه باذن الله. اتمنى ذلك. عوده اعتقد اول حاجه تكون عوده الدوري، بس ده هيتم من خلال ايه؟ وجود الاجراءات، وجود الحمايه للاعبين، وجود الحمايه للاداريين، وجود الحمايه للاجهزه الفنيه، كل ده هيتم. لكن ننتظر شويه، نهدى شويه، بس عاوزين يعني نقول ايه؟ نبطل كلام كل واحد يقعد يعني يقول من عنده كده اي كلمتين عاوز اقولهم مضايقينه. لا، الموضوع محتاج دراسه، ومحتاج ازاي ندور على بدائل. يعني ايه؟ نشوف الناس التانيه بتفكر ازاي. يعني نتابع مثلا الانجليز هيعملوا ايه عشان هو الموسم بتاعهم خلاص. هل المفترض يعني ان كل جهه تصدر قراراتها بشكل منفرد، ولا حضرتك بتتمنى دلوقتي يبقى في تنسيق لا خلاص ادارات انديه الدوري مع وزاره الرياضه مع اتحاد الكوره؟ ما ينفعش، لا ما ينفعش، مفيش حاجه. انت مش عايش وحدك، احنا كلنا في الدايره اللي انت حضرتك شايف اللي احنا قاعدين عليها، كلنا داخل الدايره دي. فلازم كل واحد فينا يبقى حريص على اللي جنبه، مش افكر في نفسي. لا، بيجي وقت فيه انك انت يعني لازم مع جارك، مع زميلك، مع يعني كل الناس، كل الناس. يعني ما ينفعش تشوف حاجه وتحس انها يعني هتؤذي حد وانت تسكت. لا، المفروض انت يعني المفروض الانسانيه اكبر من كده. فاعتقد انه الموضوع ده فن اداره الازمه يعني بيتوجد في مثل هذا، بتوجد دوره وبتوجد الحلول المنطقيه اللي تتوافق مع الواقع اللي احنا بنعيشه والظروف الاستثنائيه اللي احنا بنمر عليها. فلازم الكلام ده يبقى موجود. يعني اعتقد الدكتور اشرف صبحي هو راجل يعني وزير مجتهد جدا، يعني بيبذل جهد كبير. اعتقد انه هيبقى في كلام بالتنسيق مع اتحاد الكوره، مع ادارات مجالس ادارات الانديه، رؤساء الانديه، يعني كل الحملات. حضرتك شايف ان الاسبوعين دول هيبقوا فرصه للبحث للدراسه وتصور؟ لازم انت تقعد يعني ما تسيبش الامور كده، لابد ان يكون عندك. بس ايه، مش عاوزين نحولها لاجتماعات وجايين نجتمع ونمشي. لا، في خطه، في خطه واضحه ازاي يا جماعه هنتعامل مع الموقف، مع السيناريوهات المختلفه المحتمله، كل اللي يخطر على بالك، لانه خلاص فجاه كده هتضطر
الظروف لو يعني الظروف يعني حصل فيها اي نوع اي مستجد جديد هيبقى في مشكله. مشكله انه كمان عندك داخل في ايه بقى؟ دوري، هتقول لي كاس مصر، هتقول لك كمان دوره بطوله افريقيا، تصفيات امم افريقيا، تصفيات كاس العالم، كل ده هيبقى ايه؟ هيبقى هيحتاج ايه فجاه كده؟ هيحتاج جهد وبذل، يعني ترتب عليه امور كده. فانت محتاج انك انت تعالج الموقف. اذا ان شاء الله الامور تستقر ومفيش حاجه تحصل ان شاء الله، في الحاله دي يتم استئناف النشاط. ما هو دلوقتي المفروض ان في ثلاث سيناريوهات هيشتغل عليها المسؤولين في الفتره الجايه، سواء على مستوى الاجهزه وصناعه القرار في الدوله بشكل عام، وعلى مستوى المسؤولين عن إدارة أمور الرياضة في مصر، يعني والتنسيق مع رؤساء الأندية ومع رؤساء الاتحادات الرياضية زي ما حضرتك قلت، إنه ثلاث حالات إذا استمر الوضع لفترة على ما هو عليه الآن في هذا الإطار المحدود، أو إذا تحسن إن شاء الله المؤشرات كانت إيجابية هنتعامل معها إزاي، أو لا قدر الله إذا ساء الوضع. أكيد في ثلاث سيناريوهات مختلفة، عايزين ثلاث أشكال مختلفة من التعامل معها. أكيد ده هيوضع خلال الفترة الجاية. ما هو ده هو الحاجة إحنا بنتكلم فيه. أعتقد إنه يعني لو بدأنا من الهرم من فوق هنبدأ من الدولة. الدولة أكيد متابعة الموقف على مستوى الجامعات والتعليم والمصالح والعمل والنهارده تعليق المحاكم ومش عارف مين، يعني بص كل التجمعات ويبقى في موقف من المولات والناس الموجوده والكافيهات واللي مش عارف كل ده. اكيد الدوله في خلال 48 ساعه يبقى في قرار خاص بالناس دي. يعني ايه اماكن في حاجة التجمعات هيبقى فيها كلام على فكره، ده حمايه للمواطن وده الصح ولازم يحصل، ولازم الكل ينصاع ويستمع انه احنا في مرحله محتاجين كلنا نقف كده مع بعض كده شويه، نقف شويه، المفروض نقف ونمسك مع بعض كده شويه ونقول ستوب، نفكر ايه في صالح البلد. الحاجة التانية أنت على مستوى الرياضة والمسابقات الرياضية تبدأ تحصل وتشوف هل تتطرق الظروف أنك أنت تكمل مسابقاتك؟ لو حصل أن مثلا يعني الأمور تطور بشكل غير متوقع يعني هتبقى هينفع تعمل مزايا. طب الأمور إن شاء الله وبإذن الله تعالى مش هيحصل في حاجة بعد الاسم. خلاص ترجع الأمور بإجراءات احترازية ومشي الأمور. لو الأمور بقت باين كده كده يعني ممكن في الحالة دي يبقى موسم استثنائي، تأجل مسابقة، تلغي مسابقة، تقول مش عارف مين، يعني مش عاوزين وبس ايه، مش عاوزين نذيع من دلوقتي ونشيع ان احنا خلاص يا جماعه تعالى نلغي يعني الدوري تعالى في علم الله، وكلها امور تتعلق بالمتخصصين. انا مش متخصص في الامور الصحيه او الطبيه، بس انا باذن الله يعني انا متفائل جدا انه لا 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 ان شاء الله هيوجد حل على المستوى الدولي، ومصر هتبقى قريبه جدا من الجهه اللي هيخرج منها حل هذا الامر باذن الله. ويعني مصر اكيد ان شاء الله هتبقى باحث مجتهد جدا في الملف ده، واتفائل باذن الله انه هيخرج قريبا حل نهائي لهذه الازمه. يعني باذن الله انا متوقع انه خلال شهر ابريل المجتمع الدولي يقدر يتغلب على هذا الخطر ان شاء الله، نتمنى. يعني ما نعرفش طبعا الامور هتبقى في اي اتجاه، بس كلنا عندنا الامل ده وعندنا التوجه الايجابي ده باذن الله. يعني عاوز اقول لك انه يعني انت باذن الله تعالى ان شاء الله الوضع يعني مستقر وافضل حالا باذن الله تعالى. ده كل اللي انت شايفه ده مساله تنبيه، وكل واحد ايه يلتزم على انه الناس ما تستهونش وما تستهترش وما تضحكش وما تاخدش الامور على انها لا طبعا دي. هي لا هقول لحضرتك حاجه، هو ما بين هو في ناس بتلوم على الناس لما بتضحك، هو المصريين احنا تعودنا انه في اعتى الازمات في فرق بين الاستهتار بالامر وبين ان انا اقول يعني ايه اخد الاجراءات اللي مطلوبه مني واخد بالاسباب بس يعني بنقول بدل ما نكشر الناس بس المصريين اتعودوا يعني يقولوا النكته ويهزروا، لكن الامور تتخذ بجديه. الدعابه موجوده في طبعا احنا طبعنا بنضحك يعني في كل الامور وبنهزر وبناخد الامور ببساطه. المصريين بيتعاملوا مع كل الامور الصعبه بالشكل ده وده طابعهم يعني، ودي حاجه بنحبها في شعبنا الجميل. بس طبعا حضرتك بتقول بدون استهتار بدون اهمال، لان الامور دي ما تحتملش استهتار. الموضوع كله اساسه في مجمله نظافه شخصيه. طبعا يعني هو نظافه شخصيه، وكل واحد يحافظ على ايه حاجته الشخصيه. يعني ايه ما ينفعش اقول لك اديني يعني فرشه اسنانك، ولا اديني فرشه شعرك، ولا اديني مش عارف ايه يعني يعني ناخد بالنا شويه الفتره دي يا جماعه الحاجات دي يعني الامور الحاجات دي كل واحد ايه عنده حاجته يحافظ عليها، الفوطه بتاعته مش عارف المساحه الخاصه يعني المساله شخص. بص هتجي من يعني من النظافه، النظافه من الايمان، النظافه من أكيد الايمان أكيد. اساس من الاسس ايه اللي واضحه. فاللي انا عايز اقول لك انه انا شايف باذن الله تعالى ان احنا افضل حالا باذن الله، وانه ان شاء الله هتحدي ومصر محروسه باذن الله ان شاء الله. فالامور لكن كل الامور ايه احنا عاوزه بس انتباه ووقفه، وانه برضو زي ما ارجع واقول لك انه اللحظات اللي زي دي بتولد من خلالها يعني ناس بيعرفوا يفكروا. يعني اي حد عنده فكره
فكره ايجابيه، بلاش ندخل في المساله نقعد يعني نستخف بالامور. ازاي اداره الازمه؟ يعني اداره الازمه دي مش امر مش سهل، وفن اداره الازمه امر مش سهل، ده فيها يعني علم واسع طبعًا ومتسع في يعني. فانا عاوز اقول انه محتاجين يبقى عندنا اللي بيفكر، محتاجين عندنا اللي يناقش، اللي نقعد نطرح نعمل ايه في اللحظه دي، ان نخرج من الدائره ايه لو امور حصلت كذا، طب لو امور تم تبقى نكمل ازاي، طب لو الظروف ضغط علينا والظروف مضايقه وعندك ايه البطوله الاهم بالنسبه لك، وهتتعامل مع ازاي لو انت بس لغيت بطوله مثلا بطوله الكاس، طب لو غيت بطوله الدوري، مسابقه الدوري لو اتلغت ايه الاجنده الافريقيه اللي لسه مش عارفين النهارده يعني. الاجنده اعتقد عندنا وقع في 2011 الكاف في اجنده الدوليه 2012 لما اتلغت مسابقه الدوري بعد حصه بورسعيد وقتها، وكان محدش يمكن يفتكر انه كان وقتها متصدر الدوري حرس الحدود ب 37 نقطة، وذلك كان ينفرد في المركز الثاني ب 36 ماشي. بعد المباراة في الاسبوع 15 اللي حصل فيها يعني الأزمة اللي حصلت دي، أنا مسميها مجزرة بورسعيد، يعني لا أمر يعني أعتقد بعدها الدوري ما كملش، وبعديها كمان اتلغى، وبعد كده مشي مانويل جوزيه، وبعد كده جه اعتقد الكابتن حسام البدري تولى المسؤوليه وخد النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا في واحده من افضل البطولات اللي عملها في تونس. لكن عايز اقول لك انه الامر بيحتاج في اللحظه الوضع مختلف من هنا لمن هنا. الوضع مختلف في 2011 دي حاجه حادث عارض نتيجه تداعيات وتعصب والكلام ده، لكن ده وضع دوله يحتاج من الكل ولسه مش محدد مدى المدى الزمني اللي هو كل اللي حصل ده دي اجراءات احترازيه من الدوله لحمايه مواطنيها. فاحنا اعتقد ان شاء الله الامر ان شاء الله هيكون يعني افضل ان شاء الله، ان شاء الله والبعد عن التجمعات افضل، وانه اكيد الدوله ابسط حاجه اللي حضرتك بتقوله ده ان اول ما الدوله اعلنت تعليق الدراسه لمده اسبوعين الرساله اللي كانت عايزينها توصل لكل اسره، يا جماعه هي في اجازه بس مش اجازه بمعنى اخرجوا دلوقتي وخلوا اولادكم يختلطوا ويعملوا اماكن ازدحام، احنا عايزينها للولاد فرصه مذاكره لان هيبقوا راجعين لو استنفذت الدراسه على مواسم فترات امتحانات، وفي نفس الوقت خليهم في الاطار اللي يخليهم بعيد عن الاعداد الكبيره والاختلاط. يعني استاذ محمد رحت تقعد على الكافيهات اللي بالليل الساعه 1 و2 الحقيقه يعني الناس يعني بتخرج بنروح يعني كان الامر ايه وبتروح كان يعني الامر حضرتك عايز برضو الاماكن المزدحمه واللي فيها التهويه مش كافيه، وطبعا يعني الناس خايفه جدا من فكره الشيشه في التوقيت ده في الاماكن لان ده ناقل سريع جدا من اي حد مصاب للفيروس، يعني الناس بتتكلم ان ده من اسرع الوسائل اللي ممكن تنقل الفيروس ده. ما امر ما انا بقول لك يعني الناس في البعض راى ان الموضوع ده فرصه، كنا بننام 9-10 لا تعالى بقى نطلع بقى نشم الهواء بقى يعني فرصه اهو نتفسح ونغير جو لا احنا يعني حتى لو حد خرج احنا هو النصائح العالميه انه تجنب الاختلاط وحافظ على النظافه الشخصيه، ولو في اي شخص مشتبه في اصابته او ظهرت عليه اعراض تبقى على مسافات معينه من التعامل يعني نفس وانت الاطار من فين؟ لا بنقول للناس ما تكونوش في تجمعات مزدحمه او اماكن ما فيهاش تهويه وفيها عدد كبير من الناس زي ما حضرتك بتقول المولات واماكن الشوبينج والكافيهات وكل الاماكن. بص حضرتك يعني احنا مش مسألة تخويف بقدر مسألة حماية ليك ولغيرك صحيح، فيعني المسألة مش مسألة انه تم اتخاذ القرار عشان الناس تطلع تصل واحدة واثنين وثلاثة، ما ينفعش يعني المفروض الحرص كمان على الناس الكبار، يعني ممنوع الاماكن فيها تجمعات خطورة فيها بتبقى على الناس الكبيرة في السن، لا تبقى في بعض، وكمان ايضا يعني انت عندك الاطفال الصغيرين دول برضو محتاجين انك انت تبعد وانت نفسك محتاج ما تضمنش خطورة تطور الفيروس ده، احنا فيروس مش شايفينه يعني شوف يعني امر في غايه الخطوره، يعني حاجات دي ما حدش بيشوفها. فالامر انه يعني ده نقطه ومن اول السطر يعني يا جماعه ستوب كده مرحله هدوء، لانه الهدف من القرار الناس تظل في البيوت تبقى الدايره مقفوله، يعني دايره كل اسره بتحافظ على نفسها، لو حصلت اي حاجه وتطور امر هتبقى. طب حضرتك تفتكر الناس هتتعامل مع ده على مستوى الانديه، يعني النادي الاهلي واعتقد هيبقى في توجه في الانديه لانه طبعا بشكل عام النشاط الرياضي دلوقتي متوقف او معلق، الناس كرواد بتتعامل وبتروح الانديه حضرتك بتشوف ده ازاي؟ لان الانديه دي من الاماكن اللي المفترض فيها تهويه جيده، فيها اماكن مفتوحه ما فيهاش بعيدا عن الازدحام في المدرجات او الاستادات او اماكن المسابقه الرياضيه نفسها ما فيهاش فرصه لتجمهر في مكان واحد او عدد كبير، حضرتك شايف الناس هتبقى بتتردد على الانديه بشكل عادي ولا هتبقى حريصه شويه في الخروج وانها ما بتروحش باعداد كبيره؟ حضرتك شايف الامور ازاي؟ لا هتبقى في حرص، في حرص كبير كمان، يعني اعتقد ممكن النادي الاهلي يبقى فيه قرار بالنسبه له في خلال يومين او ثلاثه مثلا، ممكن
يعني الدخول للفروع هيبقى مثلا تأجيل او للتعقيم يعني مزيد من الاجراءات وبعد كده الناس تدخل عادي، بس طالما ما فيش هي التجمعات اللي هي تعمل لك في اماكن مقفوله يعني تعمل لك مشكله يعني، ففي ناس اكيد كده كده مش هتروح يعني، هتاخد ايه تعمل استقبال يقول لك ياخد بالاحوط ياخد يعني. بالاحوط وابعد. فاعتقد الانديه هيبقى في قرارات هنتبعها يعني، في اكيد في انديه تاخد تغلق ابوابها، في انديه تغلق باب يومين ثلاثه، في اسبوع، في ممكن يقول لك ناجل، ممكن يقول لك الامور نتعامل بشكل عادي ويعمل اجراءاته من على ممكن الانديه مثلا يبقى لها رؤيه تقول انا مش هعمل الاماكن الا الدراسات المفتوحه والاماكن المفتوحه للناس تقعد فيها، بلاش اماكن مغلقه، كل واحد ماشي او هو او مراته بتاع كل واحد معاه يعني ظاهرات موجوده في الشنط دلوقتي على طول يعني، الناس كلها بتاخد ايه الاجراءات بتاعتها يعني، وبقى سوء رايج الحاجات دي ان شاء الله تعدي على خير الامور ويعني باذن الله. وجميل ان احنا يعني الشعب كله مدرك اهميه الامر ده وخطورته، باذن الله الامور يعني نقدر نتغلب عليها ونقدر نكون يعني نشهد حلول سريعه لها ويكون تاثيرها يعني نقلصه للحد الادنى في مصر وفي منطقتنا العربيه والاسلاميه ان شاء الله. باذن الله نشوف حلول سريعه وبالتالي مردودها الايجابي على استئناف الانشطه بشكل عام في مصر. ولكن زي ما قال تصريحات وزير الصحه نقلا عن رؤيه القياده السياسيه ورئيس الحكومه وكل المسؤولين في مصر في هذا التوقيت، انه صحه المصريين اهم، ان مش مشكله نعلق الدراسه او علق النشاط الرياضي لفتره حتى لو ده بيسبب بعض الخسائر، ولكن في اولويات صحه البشر وحياه البشر وقايتها وحمايتها اهم دلوقتي، وهي بتيجي رقم واحد في الاختيارات. صحيح. قبل ما تتفاقم المشكله ويبقى اصعب التعامل معها لا قدر الله. يعني خدناك بعيد شويه عن الموضوعات الرياضيه والكرويه، كل الامور دي فرضت نفسها على المستوى الدولي، بس هي حديث العالم كله. بنسعد دايما باستضافتك وبالحوار معاك الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام استاذ محمود صبري. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا سبحانه. اتوجه بالشكر للناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله، شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.